مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة مصر الزراعية، مشاهدي برنامج نهار جديد. صباح الخير عليكم، صباح الأمل، صباح التفاؤل. نهار جديد كله حياة، كله خير، وخصوصا النهاردة مش أي يوم. النهاردة ذكرى الاحتفال بعاشوراء. اليوم ده بيعتبر من الأيام المباركة عند المسلمين وعند السنة تحديدا، ودايما بيحرصوا على صيام النهاردة تحديدا والإكثار من أعمال الخير، إن هم يتصدقوا، إن هم يحاولوا يقربوا من ربنا بالأدعية، بالصلاة، بالصيام، بحاجات كتيرة قوي. قال في حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إن صيام النهاردة له أجر كبير، ويعرف إنه يكفر ذنوب ما قبله وذنوب ما بعده من السنين. هرجع بقى وأقول إذا كانت الأحاديث النبوية ما يتم تداوله صحيح أو غير صحيح، لكن إحنا كمسلمين لازم إن إحنا نقرب من ربنا، لازم نحاول نتصدق على قد ما نقدر، مش زكاة مال بس، لكن الصدقة دي بتعمل حاجات كتير قوي حلوة. وياريت نبقى عارفين إن إحنا أي حاجة بنعملها بترجع لنا تاني، أي خير بنعمله بيرجع لنا، وأي حاجة شر بنعملها بترجع لنا، كما تدين تدان. فدايما دايما خلوا قلوبكم متعلقة بربنا سبحانه وتعالى، دايما اسعوا في الخير واعملوا كل الخير اللي تقدروا عليه. الصدقة بالمال، الصدقة بالكلمة الطيبة، الصدقة، الصدقة بالابتسامة، في حاجات كتير قوي ممكن نعملها. مشاهدينا كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل المسلمين في بقاع الأرض طيبين. نطلع فاصل نسمع أغنية ونرجع لكم بعد الفاصل.